بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم مستر مصطفى محمود. هنكمل النهاردة مع بعض إن شاء الله آخر يونت عندنا في جريد 5 الصف الخامس سكند تيرم الترم الثاني يونت 12 الوحدة الـ 12 التايتل بتاعها آت سكول في المدرسة. الستبس زي ما احنا شايفين اللي احنا متعودين عليه: conversation محادثة، main vocabulary معاني الرئيسية، verbs الأفعال، الimportant points النقط المهمة اللي موجودة معانا في conversation، آخر step مع بعض exercises التدريبات. زي ما احنا شايفين مع بعض unit 12 الوحدة الـ 12 at school في المدرسة. conversation time وقت المحادثة. in the class في الفصل the two friends are talking together الاتنين الأصدقاء بيتكلموا مع بعض. فالولد بعد ما البنت خلصت playing the music عزف الموسيقى راح قال لها you play very well انت بتلعبي كويس جدا انت بتعزفي كويس جدا. قلت له thanks شكرا I love playing music انا بحب العزف بتاع الموسيقى. فابتدت تكمل معاه في البيكتشر نمبر 2 بتقول له I don't sing very well بس انا ما بغنيش كويس جدا. قال لها sure you do اكيد انت بتعملي كده. You are a good singer انت فعلا مطربة جيدة. قالت له but I don't practice enough بس انا ما بتدربش كفاية. قال لها well حسنا practice makes perfect وركز قوي على الاكسبريشن دوت. practice makes perfect يعني الممارسة او التدريب يؤدي الى الاتقان يعني كل ما تتدرب اكتر كل ما يبقى فيه اتقان اكتر. في الاخر خالص قال لها I have an idea طب انا عندي فكرة let's practice together هيا بنا نتدرب معا. قالت له that's a great idea thanks هذه فكرة عظيمة شكرا. وهذه كانت المين conversation كانت المحادثة الاساسية عندنا. تحت المحادثة التانية ما بين سكر وسكرة بيقول لها what's your favorite subject ايه هي المادة المفضلة بتاعتك. قالت له I like art انا بحب الفنون بحب الرسم. look at my kite بص على الطيارة بتاعتي. قال لها that's great دي عظيمة. did you make it هل انت اللي صنعتيها. قالت له yes I did it was easy ايوة انا اللي عملتها الموضوع كان سهل جدا. ودي كانت conversations بتاعتنا النهاردة اللي احنا هنبتدي نتدرب عليها ونحفظها كويس ونحفظ المين vocabulary بتاعتها. زي ما احنا شايفين مع بعض الفيرست ستيب الخطوة الاولى مين vocabulary المعاني الرئيسية عفوا هنقرأ واحدة واحدة مع بعض. school school مدرسة very well very well جيد جدا thanks thanks شكرا music music موسيقى sure sure بالتأكيد good good جيد favorite subject favorite subject مادة مفضلة singer singer مطرب practice practice تدريب أو ممارسة enough enough كافي perfect perfect اتقان idea idea فكرة together together معا great great عظيم. ودي كانت المين فوكابلري اللي معانا في conversation. بعد كده نيجي على الفيربس الافعال اللي قابلتنا. في افعال regular منتظمة زي كلمة play played love loved practice practiced like liked. وفي افعال تانية irregular غير منتظمة زي كلمة sing sang do did are were make made have had. ودي كانت الفيربس بتاعتنا. يبقى احنا كده خدنا المين فوكابلري المعاني الرئيسية وخدنا الفيربس اللي قابلتنا في conversation. بعد كده نيجي على الimportant points النقط المهمة اللي قابلتنا في قلب conversation. اول نقطة عندنا بيقول لي لما يكون السبجكت بتاعنا بلورال لما يكون الفاعل جمع زي كلمة we او you او I او they لما يكون في حالة النيجاتيف النفي وكلمة don't موجودة لما يكون عندنا suggestion اقتراح بكلمة let's الحالات دي كلها
بيجي معها الانفينيتيف اللي هو المصدر يعني الفعل كما هو. For example, you play very well. I don't sing very well. Let's practice together. هنلاحظ ان كلمة play وكلمة sing وكلمة practice نزلوا زي ما هما. دي اول نقطة. النقطة التانية، طول ما عندنا كلمة love او كلمة like او verb to be اللي هو متمثل في am و is و are، اي verb هيجي بعديهم لازم أن يكون اخره ing. For example, I love playing music. We like eating fish. They are watching TV. لاحظ ان playing و eating و watching اخرهم ing بسبب وجود كلمة love، كلمة like، verb to be المتمثل في كلمة are. ودي كانت الimportant points اللي موجودة في conversation بتاعتنا النهاردة. بعد كده نيجي على last step، اخر خطوة exercises. exercise 1 زي ما احنا متعودين طول ما انا في الدرس بتاع conversation المحادثة بناخد supply اكمل مبني على المحادثة. you play very، الولد كان بيقول للبنت you play very well. Thanks, I love not music. يبقى I love playing music. نكمل المحادثة بنفس الطريقة بعد ما نحفظ المين فوكابلري، بعد ما نقرأ المحادثة أكثر من مرة. تحت كان الحوار اللي هو ما بين سكر وسكرة. What's your favorite subject? I like art. Look at my kite. برضو هنراجع على المحادثة بتاعت سكر وسكرة ونبتدي نحل الاكسرسايز بتاعنا ده. بعد كده exercise 2 rearrange رتب. جايب لي في number 1 play well you very، بيقول لي ابتدي بكلمة you. احنا اتفقنا ان you ده عبارة عن subject pronoun فاعل، يبقى هيجي بعديه الفعل اللي هو كلمة play. يبقى you play، واحنا خدنا ان جاي جدا معناها very well، يبقى you play very well. number 2 جايب لي music. I playing love. I اللي هو subject pronoun يبقى يجي بعد الفعل. طب احنا عندنا هنا فعلين يا مستر، عندي كلمة love وعندي كلمة playing. طبعا الفعل اللي اخره ing لازم ان يجي بعد كلمة love، يبقى I love playing تفضل لي كلمة music. بنفس الطريقة نحل بيت الاكسرسايز بتاعنا زي ما احنا شايفينه لو حبينا ننقله ونحله مع بعض في البيت. بعد كده exercise 3 عبارة عن choose، اختار مبني على المين vocabulary المعاني الرئيسية ومبني على الجرامر اللي احنا خدناه. في نمبر 1 بيقول لي you not very well، حطيت لي play و plays و playing. طب انا اختار على اساس ايه؟ على اساس subject الموجود اللي هو كلمة you، و you بنعملها معاملة الجمع، وطالما الفاعل جمع يبقى الفعل كما هو، يبقى لازم نختار كلمة you. ها انا اسف play. في نمبر 2 بيقول لي I love not music، حطيت لي play و plays و playing. طب هنا في ناس تقول لي طب ما اي موجودة يبقى اختار الفعل زي ما هو. لا، فصل ما بينهم كلمة love، واحنا اتفقنا ان طول ما كلمة love موجودة يبقى لازم الفيرب يكون اخره ing، يبقى اقول I love playing music. هنكمل الاكسرسايز بنفس الطريقة مع بعض. The last exercise، اخر تدريب exercise 4، the odd one out and replace it. واحنا اتفقنا ان الاكسرسايز ده كله بيعتمد على معاني الكلمات. في نمبر 1 جيب لي play do sing bin. عندي كلمة play بمعنى يعزف او يلعب، do يعني يفعل، sing يغني، bin انا مجاف. طبعا هنا المختلفة واضحة جدا اللي هي كلمة bin، لان الباقي كله افعال. يبقى المطلوب مني ان احط سيركل دايرة حوالين كلمة bin وعوض عنها بره بفيرب بفعل. نكمل الاكسرسايز برضو بنفس الطريقة. وفي الاخر خالص جود لك، وده الموقع بتاعنا اللي حابب يخش عليه عشان يشترك. ودي كانت اخر حاجة معنا النهاردة، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. ما ننساش نعمل لايك شير سبسكرايب وندوس على زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.